يناظر الشباك، هل من معانقة وفرحة للشباك الرحيمي بكرة ملعوبة وفي الجول. هدف أول يأتي بعد إلحاح متواصل على الشباك. نعم، إلحاح متواصل على الشباك، وأخيرا أبناء درب الصوم تتاح للرجاء. هذا رحيمي سوسو على يمين الحارس، 1-0 الرجاء يتقدم. من كان سفيان رحيمي يضع الكرة باقتدار على يمين مابولانكا، ترجع كرة فريق الرجاء. هذه انطلاقة سريعة، سعداوي والثاني، سعداوي والثاني، الهدف الثاني عن طريق السعداوي، سعداوي بالشبكة، سعداوي جول، والرجاء يرجع بالنقاط الكاملة. السعداوي، انطلاقة السعداوي في كرة تسعد كل رجاوي. كرة من مخالفة محسن متولي، دفاع يتابع ومذكور إلى الهدف. لا، الهدف الأول، نعم، جول عبد الإله مذكور، فجاء الهدف مذكور بعدها من خط مرمى أنس. يغطي الدفاع، وصلت لمحسن متولي، والثاني جول، الثاني للرجاء، الثاني رجاوي من بين مالانجو بعد خطأ فادح. حراس المرمى، وهذه كرة من سفيان رحيمي، جول لفابريز نجوما، غدارة رأسية رجوية نارية. يا سادة يا كرام، الفريق المغربي متعدي في قلب العاصمة المصرية. سفيان اللي وزع كرة جول، كرة جول الهدف الثاني هذه المرة لبن مالانجو، هدف رائع. الفريق المغربي يطيح الهجمة السريعة، يهرب وحده، هروب سفيان رحيمي. سفيان، شنو هذا يا سفيان؟ ما الذي فعلته يا سفيان؟ سفيان الفنان، سفيان سك الأمان، هدف عالمي من سفيان رحيمي. يتنفيذ وزكريا الهبطي يرفع الكرة، وخطيرة، والهدف الأول، نعم، هدف أول لفائدة الرجاء الرياضي بخطأ دفاعي فادح. زالت متواصلة، هو الهبطي السادس، هو الثاني يا نناح، الثاني جول الرجاء. مجهود جماعي رائع، ياتي الثاني عن طريق اللاعب نجوما بعد كرة نناح، وقبل حتى ويراع، والهبطي يدخل، والهبطي جول، روعة الجول يا الهبطي. ما هذا الجمال في الأداء يا الهبطي ويا نناح، روعة يا ثنائية. تحضر الكرة الثانية على طول من الزريدة، جول، يا سلام، هو ده الكلام، تألق وتجمل وتصويبة قوية بالقدم اليسرى، هدف رائع. يتقدم المكعازي بهدف لفريق الرجاء، عمل مباراة وقدم مباراة جيدة جدا، محاولة لصالح فريق الرجاء، والعودة جول، يا سلام على التمرير الذهبية الحريرية في الزريدة. وعلى طول نوح السعداوي يسجل، يتألق على طريق كريستيانو رونالدو، الراجل لابس رقم 7، وبيسجل الهدف الثاني ليتقدم ويزيد الفارق.